أواجه مشكلة عويصة منذ أكثر من 3 أيام في تصفح الأخبار في الأنترنت أو الدخول حتى إلى حسابي في الفيسبوك أو تويتر. اعتقدت أن الأمر يكمن في مشكلة في جهازي، حتى اكتشفت أن في خدمة الجيل الثالث مشكلة كبيرة يعانيها أغلب الجزائريين. وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر معطلة إلى حين نهاية امتحان شهادة البكالوريا. قد يكون سبب غريبا، ولكنه الحقيقة التي أثارت الجدل في الجزائر وطرحت السؤال حول قدرة الوزارة والحكومة في التحكم في مجريات أهم امتحان مصيري لطلاب الجزائر. وزارة التربية الجزائرية بررت قطع الأنترنت بمنع الغش ومنع تسريب الأسئلة عبر شبكات التواصل كما حدث الأعوام الماضية، وشكل فضيحة من العيار الثقيل. في كل قسم عملنا عملنا ديزافيش باش نعاودوا ناكدوا على ضروره باش التلميذ ما يستعملش اي وسيله تكنولوجيه. وبرغم اجراءات التشويش على شبكه الانترنت التي عطلت بدورها مصالح عده في البلاد، الا ان مواضيع الامتحان تسربت والغش بلغ تمامه، يقول بعض الطلبه. هذا العام مش رانا نشوفوا باللي المواضيع تسربت وليله الامتحان، ما يدل على انه تسريب المواضيع ما كانش من طرف التلاميذ. تشيات كاع في الانترنت. يعني المواضيع كامل خرجوا من الانترنت؟ لا كامل، ماشي زعما كاين وما كاين، كامل المواضيع. هل عجزت الوزاره مره اخرى في تامين الامتحانات؟ سؤال طرحه مراقبون ومنتقدون لسياسه الوزاره فيما اسموه التلاعب بمصير اجيال المستقبل. من غير الممكن ومن غير المعقول قطع خدمة الجيل الثالث على أكثر من 15 مليون مشترك. كان على الوزارة يعني استخدام وسائل أخرى عدا قطع الجيل الثالث على المواطن البسيط. نفس الانشغال والحيرة بدت على أولياء التلاميذ. الواحد يقرأ العام الكامل يدخل يلقى سوجي، الوغ كو واحد ما يقراش كامل ومن بعد يتكلخر يلقاه كما يقولوا ربي ما يقبلها والعبد ما يقبلها. جدير بالذكر أن جامعات الجزائر صنفت في الآونة الأخيرة في المراتب الدنيا عالميا، ولا يعترف في كثير من الدول بشهاداتها العليا. أحمد حرز الله، العربية، الجزائر.